السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أينما كنتم. اليوم ننقلكم إلى محافظة ميسان في جنوب العراق، تحديدا إلى منطقة قلعة الصالح، وقصة عجيبة مشهورة في تلك المنطقة جرت أحداثها في أوائل خمسينيات القرن الماضي، لكنها بقيت محفورة إلى اليوم في ذاكرة أبنائها، وينقلها الأبناء عن الآباء لأنها كانت حديثا متداولا بين أهل المنطقة في تلك الفترة، تحكي عن وفاة سيدة ليومين ثم عودتها إلى الحياة بعد أن أوشك الأهل والأقارب على دفنها، ولكنها أفاقت بكامل نشاطها وصحتها وتحدثت عن أشياء حقيقية دارت حولها وأخرى مستقبلية وغير ذلك من التفاصيل. وصلتنا القصة مكتوبة، ولكن للتوثيق أكثر تواصلنا مع حفيد هذه السيدة الكريمة رحمها الله، وطلبنا منه أن يوثق الحادثة كما هي، ولم يتردد مشكورا في ذلك. فلنستمع الآن إلى حفيدها الأخ عباس وهو يروي لنا ما جرى، ودائما نقول القصص أو المشاهدات تروى على ذمة أصحابها، رافقونا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم عباس أبو محمد من محافظة ميسان قضاء قلعة الصالح. حبيت اليوم أشارك وياكم قصة الاقتراب من الموت التي حصلت لجدتي رحمها الله في سنة 1951، وتحديدا عندما كانت في فترة ولادة خالتي رحمها الله. وللأخوة العرب الأعزاء نقول، الذين لا يعرفون قضاء قلعة الصالح، قضاء قلعة الصالح هو لواء أو مدينة تابعة إلى محافظة ميسان، وتبعد عن المحافظة بحوالي 47 كيلومتر، وسميت بقلعة صالح نسبة إلى الضابط العثماني صالح سليمان النجدي الذي بعثته الدولة العثمانية للسيطرة على العشائر في هذه المدينة. وكان الناس بسطاء يعيشون على فطرتهم، يشتغلون في الصيد، صيد الأسماك أو الطيور، وفي الزراعة، وعلى بساطتهم لا يعرفون طب، ولا يعرفون شيء اسمه مستشفى، أو ما يعرفون شيء اسمه ولادة في المستشفى. أصلا الولادة في المستشفى عندهم كانت غير موجودة أصلا، ولا أحد يفكر فيها. طبعا القضاء كان في الفترة السابقة، تحديدا سنة 1951، في فترة الخمسينات الستينات، يعني كان أغلب الناس فيه من الناس الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، ويتداوون بالطب الأعشاب أو طب العرب كما يسمى. وكانت جدتي قد تزوجت في سن متأخرة، حيث حكت لي أمي أنها تزوجت في الثلاثينات من عمرها رحمها الله، فأنجبت ولدا رحمه الله خالي، وأنجبت 4 بنات. عندما أنجبت البنت الرابعة رحمها الله، خالتي الأخيرة يعني آخر ولادة عندها، مرت بفترة في المخاض، فترة صعبة جدا، حيث بقيت ما يقارب اليوم الكامل في فترة الولادة. وأخبرتني أمي أن الجو كان شتاء ماطرا، وكان المطر شديد الذي جعل من الأرض بحيث لم يكون هناك تبليط أو شوارع، كانت أرض يعني عبارة عن طين،
فكان جدي عندما ذهب أن يأتي بالقابلة، القابلة كانت تسمى، وحاليا يعني أكو ناس تسميها الجدة، فكانت الجدة تعمل عملين، يعني كانت تغسل الأموات وكانت تساعد النساء في الولادة، وكان بيتها بعيدا، وأخبروني أن جدي عانى الكثير حتى يحضرها. وعندما حضرت كما قلت بقيت جدتي يوم كامل في الطلق، ثم شملها الله برعايته فولدت بنت هي خالتي رحم الله على يد هذه الجدة أو القابلة. فعند ولادتها غابت عن الوعي، فكما تعرفون الناس على بساطتهم، والقابلة يعني ما عندها شهادة متخرجة أو تعرف شلون تتعامل مع هيج حالات، فرأسا غطتها، قالت لهم المرة ماتت، قالت لهم ماتت، فهم قاموا يبكون يعني الحزن وتقول أمي أنهم بدأوا بالصراخ والبكاء. وذهب جدي إلى صديقي بعدما أخبر العشيرة، طبعا الأعراف العشائرية اللي يموت يخبرون العشيرة، وتأتي العشيرة أبناء العشيرة والشيخ العشيرة يأتي ويحضرون. ثم ذهب إلى صديقه، كما قلت صديقه الذي يحبه والمقرب لديه يعني من العشيرة، هو أيضا ابن العشيرة، وكانوا يسمون أبناء العشيرة بينهم أولاد عم، يعني حتى إذا لم تربطهم علاقة الدم فهم من عشيرة واحدة يقولون أولاد عم لحد الآن هذه الأمور. فأخبره بالخبر، قال له زوجتي توفت، طالبا منه يعني أن يأتي. حجي مسير اسمه أبو ساجد، ابن ساجد، فكان كما قد تكون صديقه، ذهب إليه وأخبره أن زوجته توفت، ثم رجع إلى البيت ويستقبل الناس المعزين. فتجهز الناس لتغسيلها، طبعا موجودة القابلة هي تغسل أموات واختصاصها يعني أكثر شيء تغسل نساء ميتات، لكن وجدت فيها نفس، فقالت لهم لننتظر قليلا ربما ترجع، ولكني يعني هي قالت لهم أنا ما أعتقد ترجع، لأن هذا نفس يمكن آخر أنفاسها كما قلت على بساطتها، يعني إنسانة أمية ما تعرف شلون تتعامل ويا هيج حالات. فخلوها، فالناس انقسمت قسمين، ناس تقول دفنوها حرام الميت يبقى ممدد، ناس تقول انتظروا ما طول بها نفس، خلونا ننتظر نشوف والله قادر على كل شيء. فانتظروا المدة، ظلت يومين كاملات، ثم حدثت بعض المشاكل حيث تشاجر أولاد العم بينهم مع جدي، فحضر الشيخ الجامع، كان شيخ في المسجد يصلي بالناس، وحضر عندها، قال لهم ربما الله سبحانه وتعالى أمهلها حتى نقرأ عند العديلة، والعديلة هو دعاء يقرأ عن الميت في لحظة الاحتضار حتى لا يعدل عن دينه أو يزوغ له الشيطان. فقرأ عندها العديلة وقرأ بعضا من آيات القرآن، وكان الناس يعني أكثر الناس مصرين على الدفن، ولكن القابلة والآن صار معها الشيخ رفضوا، قالوا فيها أنفاس دعوها ولا تزال حارة، يعني جسمها لم يبرد، كما كل مرة يعني تجي يمها القابلة تتجسس نبضها، ظلت يومين بايتة يمها، قالت لهم عدل ما بيها شي ما بيها شي، هسه تحكي هسه تقوم.
بس الناس مأيسين يردون يدفنون، يعني هم قالوا لها غسلي، انتي سوي واجبش، انتي غسليها لازم تغسلين، المرة ماتت وحرام تظل ممددة. فذبحوا ذبايح وناس تعزي، ناس تجي يعني تعرفون عن العشيرة، تجيها مثل عشائر مجاورة لهم اللي هم واصلينهم مثلا أو معارفهم، يجون يوصلون يعني يسوون أكلهم، يسوون شرب، يقعدونهم ناس المضيف يعني متروس، كان المضيف من قصب ويقعدون بين الناس يعزون. صارت حديث متداول شلون المرة ميتة وما يدفنونها وشلون يقولون عدله. فظلت هاي الحالة يومين يومين، الناس يعني مقسومين نصين، يعني نص يقول ادفنوا نص يقول خلوها. فباليوم الثاني يعني اجت الناس لجدة قالوا لها انتي غمضت عينها بيدك، وحتى يعني فتحت فمها عندما ولدت، يعني دلالات على الموت، يعني فتح الفم والعيون. فقالوا لها انت اغلقت عينيها بيدك واغلقت فمها، يعني ماتت. يعني ماذا ننتظر نحن؟ الناس اعابتنا، يعني الميت لم يدفن. واليوم الثاني فقالت لهم انتظروا حتى الليل، يعني اليوم الثاني انتظروا حتى الليل، اذا لم تفق ادفنوها، ولكن اشك انها ميتة. طبعا من التقاليد السابقة والموجودة حاليا، المرأة اللي تولد يذبحوا لها ذبيحة، وأول ما تاكل من عتها المعلاق، المرأة اللي عتها ولادة مثل جابت هي تاكل المعلاق. فوالدتي تسولف تقول ظل المعلاق، تقول احنا نبكي، نقول يمه يا اهل ياكل هذا بعد، تقول نبكي احنا صغار كنا، تقول بس يعني صدمة قوية وما يخلونا نوصل يم امي، يعني تقول نبوق رواحنا بوقه بالقوة نوصل يمها. وتقريبا بدأ اليوم الثاني ينتهي، يعني اتفقوا قالوا نصلي العشاء ثم ندفنها، أن نغسلها، وإذا رفضت القابلة أن تغسلها نغسلها نحن، يعني من أقربائها المقربين نغسلها وندفنها. يعني هذا الناس قامت تعيبنا، والناس احنا يعني هاي صار يومين، يعني هذا يوم ثاني الفاتحة، الفاتحة يعني أيام العزاء تكون ثلاثة يحضرون فيها الناس، ولا تنتدي لليوم السابع يعني. وسبحان الله اجت فترة العشاء وصلوا وتعشوا، اجوا للتغسيل، فاختاروا مرة موجودة ايضا، مرة كبيرة في السن، هي تبرعت تغسل الميت. اجت تحضر التحضيرات للتغسيل، فنقلوها كانت تعلق الفراش، شالوا بفراشها الى الغرفة الثانية، فرغوا الغرفة حتى تغسل جدتي. فالناس تبكي وناس تصيح، المرة من قلبتها يعني غسلتها تقريبا الغسل الشطفة الأولى يسمونها، قالت لهم أنا هاي المرة مو ميتة، المرة حارة شلون أنا أغسلها، حرام علي. قالوا لها أنت سوي اللي عليك والباقي على الله، احنا بعد الله ذا سبحانه وتعالى رايد لها الحياة، هي غصبا علينا هي تقوم بعد. المهم بدأت بتغسيلة الشطفة الأولى، فالمرأة مثل الخافت، قالت لهم أنا ما أغسلها، رفضت يعني رفض قاطع. فزوج هاي المرأة اللي تبرعت غسلها معروف يعني هم كبير بالعشيرة، فقالوا له ليش مرتك ترفض هيك تسوي، فصارت أيضا مشكلة مع المرأة وزوجها، يقولون تشاجروا معاها وكلام، ألبسوها ثيابها وأحضروها لمكانها بمكانها الأصلي، فما حسوا إلا ترجف، يعني جسمها يرجف. أول كلام حكيته قالت لهم غطوني الدنيا باردة،
إنا صل على محمد وآل محمد. سبحان الله، المرأة عدلت، المرأة ماتت شلون رجعت، المرأة ميتة. المهم صار هذا الحكي. فبعدين التفتت الجدي يعني زوجها، قالت له خريبط، اسمه خريبط الله يرحمه، قالت له انت مكيف لان انا متت مو؟ فيقولون المرأة قعدت بكامل نشاطها، ولا كأنما جايبة، ولا كأنما كانت بغيبوبة، لا قالت جوعانة، لا قالت عطشانة، لا قالت تعبانة، بصوتها العالي تصيح شلون انت مكيف بموتك، انك مكيف ورايح لمسير ومرت مسير قاعدة هي وبتها بالغرفة الأخيرة تقول آه ماتت أم صغير، ويضحكن صيحوا له مساكت هسه، آه أنا أريد أسوي ما أسوي، مساكت شلون تضحك وأني ميتة يعني مكيفة بموتي، أنا شفتها تضحك هي وبتها بآخر غرفة بالبيت. قالوا لها حجية، يعني هم قبل يسمون الإنسان كبير بالعمر حجي حتى إذا ما رايح للحج أو العمرة، فأغلبهم كانوا يحجون ويا أهلهم، يعني مني مثلا أبوه يروح للحج يروح وياه هو طفل فيسمونه حجي، أكثرها هي كانت الناس، أو يسمون مثل المرأة اللي رجلها رايح للحج يسمونها حجية. فقالوا لها يعني عيب الناس شلون احنا نصيحهم ساكت انت تردين تتعاركين وياه، قالت لهم انا راح اروح لها للبيت وعاركه، هاي شلون تضحك هي وبتها لما قالوا لها ماتت. قالوا لها انت كنت حلمانه، قالت لهم مو حلم، شلون حلم، انا ما احلم، انا هذا شي صدق، انا انتم هسه باعتبار انا جاي احلم هسه، انا يعني بتعبيرها تعبيرها يعني الحالي بانه راحت للحياه الحقيقيه، يعني حياتنا حياه حلم. فقالت له انت مو رحت وطلع لك مسير وطلع لك مفرع ما لابس الشماغ ماله وبدش داشته وقال لك لا اله الا الله، وش وقت ماتت؟ قالها صحيح، انت وين كنت؟ قالت له انا هن كنت واقفه يمكم، يمكم واقفه واشوف البيت كله، اشوف النسوان القاعده بالغرف، واشوف جنتهم الجديده، واشوف اشوفك انت والحج واقفين بالباب. قالها صحيح، بس انت خاف حلم هذا، هسه احنا شنو نقول للناس؟ شلون انت هسه مساكت يا ام يعني ناس جيراننا وناس يعرفوننا، شلون نصيح حتى تحكين على المرأة؟ تسكت سكتي. المهم حاكين عليها، قالت لهم خوش اسمحوا لي ان احكيها بلهجتنا حتى شوية توصل. قالت لهم وين مهدية؟ قالوا لها مهدية منو؟ قالت لهم مهدية بنت جبتها وجيت اموت بسببها. قالوا لها بعد حتى ما مسمينها احنا هاي، طبعا هي صارت شغلة لخالتي وهي طفلة، طبعا ظلت يومين ينقطون مي بحلكها، واكو نسوان يعني كانت تتبرع ترضع الطفل، فهن امتنعن قالن يعني قبل بتقاليدهم يعني عقلهم السابق الطفل اللي يولد وامه تموت يسمونه فقر، فما حد قبلت تربحها، قالوا فقر هاي وتفقرنا موتت امها، كانوا بس مي يخلون بحلكها مي قطرات الناس على نياتها. قالت لهم وينها؟ قال يا عم مو مهدية سحنة، انت سميتيها مهدية؟ قالت لهم لا مو انا سميتها مهدية. قالت لهم سماها حج زويد مهدية. قالوا لها حجية صلى على محمد، حج زويد وين وانت وين؟ حج زويد صار له 30 سنة ميت الله يرحمه، وين شفت حج زويد؟ وين لقيتي وحاشاش؟ قالت لهم فأمي كما يعني تصف الحادثة تقول استهزأت بيهم، يعني وهي تضحك تقول لهم حج زويد عايش أحسن منه ومنكم، ذاك اللبس الحلو وذاك الطول وذاك الجسم وتراجع شاب بيخبل ويا صاحبة يمشون ويفترون بالحدايق وذيش القعدة وذاك الأكل الحلو وذاك المنظر، والهو طيب الهو مو مثل هوانهم هنا،
انت مو الميتين، حج زويد ميت، شلون حج زويد ميت؟ قال لي راح ترجعين وبتش سميها مهدية. قالوا لا خوش، مهدية مهدية. طبعا كانوا قبل ماكو مثل هسه، يعني يطلع بيان ولادة و يعني اوراق رسمية للمولود الجديد، مجرد اسمه يمشي واكو لجنة تجي كل سنة او كل 6 اشهر تسجل المواليد الجدد، ايش قد عمره هذا، سميته، فيسجلونه. كان ويطلعوا لهم ورا فترة بطاقة الجنسية مثل الدفتر، يعني وثيقة يعني كبيرة، يطلعوا لهم ويخلون صورته. اذا كان يقدر ياخذ صورة، مثلا يروح للقائم مقامية او للمحافظة ياخذ صورة شمسية، او ما يقدر يخلون بصمته مثلا، او يخلون توقيع، او يكتبون بس الجنس ذكر او انثى. فقالوا لها مهدية مهدية، مثل ما تقولين هم، تقول امه يعني رادوا يسايرونها، يعني كل اعتقادهم بانه هي انجنت يعني مجنونة او تهذي. فناس قالت هاي صحوة موت يسمونها، يعني الميت بآخر دقائق إلى بالموت يصحى، يعني كأنه كل شي ما بيه. فقالوا هاي صحوة موت، هي هسه راح تموت، وين حج زويد؟ وين شافت الموت؟ وين راحت شافت أم ساجد شلون تحكي عليها هي وبتها؟ فهم ظلوا يعني متحضرين، قالوا هسه تموت. قالوا لها حج احنا نجيب لك اكل، نجيب لك شرب، انت مره جايبه وكنت يومين انت نايمه. قالت لهم انا لا شبعانه، انا لا جوعانه ولا عطشانه، انا اكلت خير من الله وشربت ماي، هذا طعمه بحلق بعد. انا بعد هسه يومين هم جوع هم احس بجوع، الحمد لله والشكر، ذاك الماي الطيب وذاك الاكل اللي يخبل، حتى الهواء انا كنت اكل من الهواء، اللي هو تنفسه ذاك، اللي هو شلون طعم بيه فستق، شلون اللحم مشوي، ذاك الاكل الحلو. فهم قالوا هي لازم تاكل، يعني هي المرة هاي سودنت، احنا غير نوكلها. فضالين يلحون عليها جايبين لها اكل، قالها اكل، قالت لهم والله شبعانة، كان اذا جوعانة شنو مستحية ما اكل، انا شبعانة، انا قلت لكم بعد يومين هسه هم احس بجوع على الاكل اللي اكلته، هذا طعمه بحلقي. نوب قالت لهم اتذكرت، هسه تروحون تصيحون لي امناتي وسرهيد، ضول زلم اثنين هم يعني كانوا موجودين بالسلف. قالت لهم صيحون لمناتي وسرهيد، مناتي وسرهيد ضول بالنار، نار حرقتنا حرق. قلت لهم المن هاي النار؟ قالوا هاي النار لمناتي وسرهيد، تقول قلت لهم يا هي بلهجتها مناتي وسرهيد. كان ضول خوش ناس، ضال خوش زلم، معدلين، ضال صايمين مصلين، حتى هم بالقاع مطينين، وتيجي وقت الصلاة ويصلون. قالوا لها هذول بالنار حجيا، انت ايش تحجين؟ قالت لهم هم سووا ضال. قايلها انت ويا من السولفين كنتي؟ قالت لهم واحد ابيض بابيض، ذاك الولد الحلو بس شافني يضحك، قال لي هلا بيج. وبعد الحاح من عتها يعني قالوا احنا المرة يجوز هاي اخر دقائق لها، خلي ما نخلي بنفسها، خلي نصيح لهم. فجابوهم هم يعني 2 رجال كبار بالسن يسمونهم حجاج. قالت له مناتي وسرهيد انتم عليكم نار، نار من بعيد شوفون اياها، وحرقت حتى ايدي منها، هيك حسيت بحرورتها، نار تجوي. فهم مقابلينها يعني الناس ما تصدق هذا الحكي. قالت لهم انتم موش بوكتوا هايشة من حج زيارة؟ هايشة طبعا اجلكم الله يعني بقرة بلهجتنا. فهم ساكتين. قال حجي هاي صار 40 سنة كنا شباب. قالت لهم بوكتوا الهايشة من زيارة الله يرحمه، زين واثنين كم انتم وبليلة ظلمة، وجيتوا ومن جيتوا من جيتوا طاح سرهيد وانكسر اصبعه الايسر الكبير، يعني قصتها الابهام، وراح وجبره عد المرة هاي
التجبر اللي كانت قبل يعني الطب عرب يجبرونه بقصب، ما يحطوا له مثل يسمونها فتيلة بتمر، ويحطون قصبات صغار تمر او عجين ويصبون. قالت له حتى المرة تفكر تقول هذا شلون طاح، هذا خاف مسوي شي. قال حجية شلون جاس احنا شو نسوي؟ قالت لهم تروحون تشترون هايشة اجلكم الله وتودونها لابنه، تقولون له هاي احنا نريدك تسامحنا ونريدك تعفى عنا، احنا ترى احنا بقنا هاي الهايشة. ابنه ما يتذكر، ابنه صغير كان، فانتم تروحون تطونها لابنه على روح ابوهم وتاخذونها هايشة تكرمون بقرة يعني حلابة مثل اللي بكتوها مثل اللي سرقتوها، يعني مو تاخذون له عجل لو تاخذون له هيك يعني حتى اوصاف تعطيهم تاخذون له. فالناس ظلت تباوع عليهم تقول ذول منقبين، وطلعوا مستحين من الناس. قال هايش مدريها اخر، يظلوا يفكرون هاي شلون درت، هاي شلون ياهل قللها، هاي 40 سنة احنا ما حد يضرب هاي السالفة، لا ولدنا ولا نسواننا. فقاليلها محلفيلها قايلها سايمين الله عليك نبية، بس فكينا انت راح تسوي لنا مشاكل ويا الناس. فهي رجعت قالت لهم صيحوا لهم ساكت وانا اسكت، انا مساكت، انا بعد ما احكي وياها طول عمري وصدق كما يعني قالت والدتي لي لم تتكلم معهم ساكت الى ان ماتت. قالت لهم يعني صيحوا لهم ساكت وانا اسكت بعد ما احكي، بس صرت فوق قلبي مو ساكت، شلون تضحكي يا وبتها؟ قالوا لهم ساكت تحبيك وتحترمك ويا صاحبتك، انت مثل الاخوات، انت شلون تردين تعركينه؟ قالت لهم لا انا هسه ما مقهوره غير على التنور سويت لها، وانا ساعدتها ببيتها، وكل ما تجيب انا اروح يمها واخدمها. هيك تضحك هي وبتها علي مكيفات، لان انا متت شهوة الموت، يا ما يموت هي الناس كلها تموت، بس هاي شلون؟ قالت لها عم سكتي هذا حلم، انت حلمانة يا مساكت شلون تضحك. المهم ظلت لي عليهم، فالمرة سامعة مساكت من الناس توصل كلام، قالي لهم صغير ترى تحكي عليك تقول انت كنت تضحكين بالغرفة انت وبتش لما سمحتيها ام صغير ماتت. قالت لهم والله صدق، قالت لهم بس انا بنت ضحكت نان مو انا، بس هي يا قللها خاف هذا مسير قللها يعني على رجلها. قايلها لا هي قعدت منه ما حد محاكيها، هي قعدت وقالت لهم تحكي علي. فقالت لهم انا ترخصوا لي منها وخذوا لي من عتها الامان، لان هي تخاف منها يعني يسولفون على جدتي الله يرحمها، يقولون كانت يعني مثل الزلمه يعني ما تخاف. فقالت لهم خذوا لي من عتها الامان وانا اروح لها، يعني هي يا قال لها بس ارد اعرف هذا يا قال لها هذا يا منافق، هذا يا يريد يسوي مشاكل بينه وبينها. المهم هي بهاي الأثناء قالت لهم بعد أنا عندي حكي، وين بنتي الكبيرة؟ بنتها الكبيرة يعني خالتي. تقول كافتها قالت لها يوم مسكين أنت راح تاخذين واحد من تكبرين متزوج وعنده أولاد وعنده بنات، بس هذا أنت تاخذينه تعيشين وياه وهم تخلفين أولاد وبنات، بس هذا يموت يقتلونه فوق السطح، وحتى الدجاج يظل يصيح من كتلته. هم متعجبين شنو الدجاج يصيح شنو، يعني هسه تعرفون بالاخير قصة هاي الدجاج شنو. نوب ظلت تبكي، قايل ها، قالت لهم وين صغير؟ على ابن هو خالي هذا الله يرحمه الوحيد الها، يعني ماكو عندهم ولد بس هو. قالت له يمه انت تموت غريب ومو يم اهلك، وانت بعدك شاب عمت عينه عليك. وظلت تبكي وتنوح، قالوا له انت هسه مره تو جايبه وتعبانه ولا ماكله ولا شاربه وصار لك يومين غايبه، قال شنو هالحكي هذا؟ قالت لهم انت مش مدري كم، انتم كل شيء ما تدرون، انتم هنا ضالين بس تاكلون وتشربون، يعني ظلت تحكي عليهم.
قالت لهم شوفوا هاي بنتي مهدية، هي خالتي جابتها آخر شي. قالت لهم هاي هم تموت شابة. أمه تسولف تقول إحنا يعني متعجبين، فاكين حلوقنا وضالين يمها، يعني حتى خفنا. تقول قالت لهم هاي تموت وهي شابة، بس يطبها مرض. اعتذر للجميع عن الكلمة، بس أنا أنقل القصة كما وردت. يعني قالت لهم يطبها مرض، هي المرضت نفسها، هي جابت الروح. هسه هو علي من هسه ياهل مات، الناس تموت وراه، هذا الموت حق كل الناس تموت. قالت لهم هاي شوفوها تموت وهي صغيرة بعتك. النوب صاحت لأمه قالت لها يمه انت هم تاخذين واحد، والواحد تاخذينه فقير، كل شي ما عنده، فلس احمر ما عنده، زين يتغدى ما يتعشى، وتعيشين وياه سنين طويلة بهالفقر، وتحملينه وتصبرين وتجيبين أولاد وتجيبين بنات، والنوب الدنيا توها تضحك ليش، يموتون ولدش اثنين من ولدش الزينين، يموتون اثنينهم يموتون. وقال لها سوى يا العايش يا ضال عدل منا لما تزوج هاي ويموتون أولادها. قالت لهم والله كل هذا واروني اياه وشفته، وانا ما كنت احلم، انا احكي لكم الصدق. المهم مرت السنين وتزوجت خالتي الكبيرة الله يرحمها، تزوجت رجل كما قالت بالضبط، رجل متزوج وزوجته متوفية وعنده أولاد وعنده بنات، وعاشت وياه. ويوم من الأيام الجيران متعاركين بيناتهم، الجيران هناك يعني لما يتعاركون مشكلة كبيرة، يعني هذول عشيرة وذول عشيرة، فتصير مشكلة عشائرية كبيرة، يعني جوز أكثر الناس يعرفون هذا الشيء. فذا دخلت عشيرتين ويعني يصير كتل، ويصير ناس تشيل من بيوتها وبيوت تتهجر. فهو رادي يسد السالفة من بدايتها، راح جاب الزلم المتعارك صعده فوق السطح، كان فوق السطح مربين دجاج عندهم، سبحان الله والله العظيم. يعني هاي الشغلة كل ما نسولفها احنا بيناتنا العائلة او الاقارب يعني نتعجب نتعجب. فمربين دجاج فوق السطح، فجاب الزلمة قال له تعال وياي فوق، انا هسه انا ابقى هنا، انا لما اروح لهم انا احكي عليهم اهديهم، انت ما تسوى هاي علي ما تتعاركون. فبالاثناء هاي الاثناء هو فوق مقتحمين البيت، هم قال له شلون هذه طبوب هذه يحميه، احنا نريد نكتله، هذا شلون يغلط علينا ويغلط على النسوان هذا. فمشكلة صايرة كبيرة، صاعدين فيقولون واحد عنده مسدس من عندهم هم ذولا، قال له صلى على محمد صلى على محمد، جاي يضرب لي فوق، قال له طلع هده خلينا نتفاهم وياه. فبالغلط قاتل رجل خالتي بالغلط، طالع طلقة من المسدس وضاربته. فأثناء ما طايح وصاير هوسه، الدجاج اللي مربينه كله قايم يصيح، عندهم دجاج فوق وبطوط مربينه مخلينه فوق يعني يستفادون منه بيض ولحم. الدجاج ظل يصيح كله، خالتي ظل صافنه، قالت لهم اني هذا قالت لعلي امي واني بعدنا طفله، وهالصار بعدنا طفله وامه قالت لعلي وانا ادري. واول ما صعد فوق السطح صارت السالفه قدامي، قلت هاي هي راح يموت فوق السطح، زين هاي اول شي صار. خالي الله يرحمه ويرحم والدين الجميع ان شاء الله، خالد تزوج وبقى فترة ويا زوجته، فصارت الحرب فلسطين اللي شاركت بيها مصر وسوريا والعراق أيضا شارك، فالعراق كانت مشاركته دز طيارات تقاتل، ودز بعض قطعات يعني مو قطعات كثيرة، يعني دز قطعات تروح تساند ويا القتال مال مصر. فمن ضمن هالقطاعات كان خالي، خالي راح زين واستشهد هناك، هاي ثاني نبوءة صارت، ومات عمره 25 سنة، وزوجته كانت حامل
فمن سمعوا بالخبر كانت يعني مع احترامي للنسوان، النساء كلها على راسي، بس كان قبل يعني يختلف الحب والاحترام. المرة كانت يموت رجلها بعد يقولون هاي ما تسوى، يعني ما تنفع، هاي مات رجلها بعد والنوب وهي حامل، فمن تحرى ذاب نفسها بالهور وميتة الله يرحمهم. هاي ثاني نبوة تحققت، سبحان الله. احنا ما نقول نبوة، احنا ان شاء الله لان ما نوصل لهذا الشيء، بس هي نبؤوها يعني. وكما قالت، تزوجت امي رجل فقير، ابوي يعني ابوي فقير، تقول انا تزوجت كان عنده طينية، الطينية بيت يسوونه من طين، فبي غرفة او غرفتين من طين، الفراش تقول كان كرتونة، الفراش اللي بالبيت كله، غراض البيت كلها موجودة بس كرتونة، كرتونة يقعدون عليها، والكرتونة كانت قبل يعني فتشي يعني غالي، يعني هاي يقول كرتونة هاي جايبينها من الميناء مال البصرة أو من بغداد جايبينها، فهو فراش يعني هذا حاطه بس كرتونة تقول بالبيت، تقول يوم ناكل يوم ما ناكل يوم ما عدنا كيل يوم ما عدنا، كانوا الفلوس هما ما يحتاجونها، يحتاجون الفلوس يعني شيء قليل، يعني كان الصيد موجود، يصيدون من طيور الزراعة، يروحون ويا ناس تحصد يساعدونهم، يعطونهم مثل حنطة، يعطونهم شعير رز. فتقول تزوجت كل شي ما عد، ظلت سنين هاي الحالة، حتى اخوي الكبير يقول انا اتذكر، يقول احنا كنا حتى كانت امي يعني بالبيت تبيع نوم وبصرة وتبيع شيل للنسوان، حجاب هو يعني يسمونه شيلة. فمرت السنين وراحت السنين، يعني شوية صارت أحوالنا زينة، سبحان الله أخوي يعني ما بي شي، ولد شاب الله يرحمه ويرحم والديكم، كل شي ما بي، فجأة تسمم ما لحقنا عليه، رأسا مات. ظلت أمه قالت النوب يا أهلي يموت، أمي طبعا من الحزن وتذكرت سالفة جدتي، قالت النوب يا أهلي يموت من عندكم، أنا أكون أموت قبلكم وما أشوف بعد واحد يموت، أنا بعد متت أنا وهي موتت، يعني صعبة الأم تفقد ابنها صعبة. قالت النوب يا اللي يموت، قلنا لها يما صلى على محمد ان شاء الله ماكو شيء، هذا قدر بعد والله كاتبه، البشر ما يدري ايش وقت يموت. قالت لا بعد واحد يموت بس ياها منكم، وهذا الحكي وهي تبكي وتنوح. والله راحت الايام، اجت الايام اخوي صار بالشرطة الاتحادية، اخوي الصغير الله يرحمه ويرحم والديكم، اخوي هذا كانت المنطقة كلها تحب، ناس كلها تحب، يعني ماكو اللي يسأل علي الكبير والصغير، فنقلوه للموصل، كان من ضمن الناس الوحدات اللي طبت اخترقت الموصل أيام داعش الإرهابي، وصدق كان مثل ما قالت توفى أخوي، استشهد يعني سبحان الله. وهذا صار كل اللي قالت عليه، طبعا توفت جدتي الله يرحمها ويرحم والديكم ايام ضربة بوش الاولى، ايام التسعينات ايام حرب الكويت، توفت بهدوء وهي بغرفتها وما حد حس بيها، زين طلعت غسلت شيلتها وشرتها على الحبل ورجعت لغرفتها لقوها ميتة. طبعا من ضمن الاشياء اللي اخبرت عنها قصتها، صارت قالت له ما انا من جبت انا ادري بنفسي جبت وادري جبت بنية، اثناء ما انا جبت شفت امه واقفة، يعني ام جدتي الله يرحمهم، هي متوفية طبعا من زمان عن زواج جدتي، فقالت لهم شفت امه واقفة، قالت لي يلا لبس نعالج وتعاي اجلكم الله، قلت لهم انا كيفت فرحت، يوم انت عدلة، قالت لي انا عدلة، تعاي انت لبس نعالج وتعاي وياي، تقول لي بس تنعال ورحت وياها، مشيت وياها بس انا طايرة، انا مثل الطايرة،
أشوف الناس وأشوف القاع وأشوف الناس تفلح والناس تمشي، بس أنا فوق وأبوع، أنا فوق بمكان عالي وأبوع على الناس، هذا اللي يسولف وهذا اللي يمشي وهذا راح البيتة وهذا اللي بالسوق. شفت الولاية، الولاية بعيدة عني، يعني مثل ما قلت لكم 47 كيلومتر يعني عن ميساني اللي هي يسمونها الولاية. تقول لهم انا شفت الولاية وشفت السوق اللي بيها وانا فرحانة. رحت وطبينا بمكان مثل الغرفة، الغرفة فتحت الأم فتحت بيه باب وطبينا، لقينا ذيك الحديقة الحلوة قعدنا. بس أمه راحت من عند، قالت له هسه جيج، أمه راحت، ظليت أنا قاعدة تقلهم يم مثل الشط صغيرون هيك مثل النهر، الماي ماله بلون الغيم، تقلهم ما نشرب وما أشبع، أشرب وما أشبع، شنو من ماي طيب. تقلهم الأشجار بيها تفاح وبيها مشمش وبيها أشكال أشكال الفواكه، الطيور الطايرة ألوان هني خبلا، تقلهم الطير يبرج يبرج يعني يبرق، تقلهم يبرق ألوانه تبرق، ويفترن علي الطيور وأنا مرتاحة وشلون قاعدة، وياهل يجي يسلم علي. تقلهم أنا أول ما طبيت تلاقوا ويانا واحد، الواحد لابس أبيض أبيض يضحك، أنا شقد فرحت من شفته، قلت همزين اجى هذا. قال لها هم صغير، تقول انا خايفة كنت، بس لا يقول لي باسمي، هي اسمها كان يعني شوية اسم صعب فاتحفظ عن الاسم يعني تكريما إلها، يعني هي ما كانت تحب واحد يقول اسمها، فتقول انا خفت هذا بس لا يقول لي اسمه ويفضحني بين الناس. تقول اشوف ناس رايحة جاية، قلت هذا ذا يصيح علي باسمي، انا انشهر شهير هنا بعد يا هلي لي. تقول انا فرحت من قال لها ام صغير الله يساعدك، تقول فرحت قلت الحمد لله والشكر، هذا ما يعرف اسمي. تقول النوبة جت نسوان تسلم علي، شلونك ام صغير، تقول قلت هذا هم ما يعرف اسمي. تقول انا ارتاحت من هاي السالفة، قلت هذول ما طول ما يعرفون اسمي، انا هنا انا مرتاحة. تقول ظليت انا قاعدة، وذاك تقول انا حسيت روحي جوعانة، قلت انا شاكي، تقول وهيش تتنفس الهوا احس بيه اكل يطب. تقول قلت لهم كان شلون اكل هذا الاكل الطيب هيك تتنفسه، قالوا له حجي انت بعد هنا بعد انت ما تعبين روحك وتلوشين وسنونك توجعك هنا هيش تاكلين. قلت لهم الحمد لله والشكر هاي شنو النعمة. تقول انا ظليت قاعدة، وذاك الحشيش تقول الفيل القاعدة علي، تقول مثل شلون الدوشك، يعني احنا بلهجتنا نسميه دوشك، هو السرير اللي ينام عليه الانسان، السرير سواء كان من القطن او من الاسفنج. فتقول ما انا شني قاعدة على دوشك اسفنج، وذيش القاعدة الحلوة. بس انا اخوي جا وطردني، اخوها طبعا متوفي قبلها يعني اكثر من 10 سنوات او 11 سنة الله يرحمه، قالت له مجا وطردني، انا دايما اسوي له ثواب واصلي له اهدي له صلاة، ليش يجي ويطردني؟ انا سويت له، انا قاعدة وذاك المكان الحلو، انا بعد انا ما سامحه، انا من طردني قال لي قوم قوم هسه، انت مو هسه تجين، انت هسه جيت كيفتي روح ردي، ايش عدت جاية هسه؟ تقول انا من قال لي هيك، انا طلعت روح وضجت ضجت تقول. فتقول انا ظليت حاقد علي، قلت هذا ليش هيك يطردني؟ تقول هو من طردني اجى الزلمة اللي شافني اول مرة قال له ام صغير ردي، قالت له تقول قلت له كانت تاخذ حكيه، هو هذا شنو يطردني؟ هو هذا المكان مال ابوه، يعني هي بلهجتها تقول قال لي لا هذا المكان للناس كلها، وهذا يعني الناس تجي بيه ترتاح، بس هو ما يريدش هسه تجين روحي، كانت مو بنتش مهدية يا يربيها. قلت لهم هيش هيش من مهدية ومن بناتي ومن اهلي ما اريدهم. تقول انا ما اريد اهلي، انا اريد اظل هنا، شنو القعدة الحلوة شنو الاكل شنو تقول مو حلم مو حلم، يعني انا ناس حقيقي.
تقول قال لي تروحي تروحي تقول هيجي، وجا اخوي النوم قال لي تروحي تقول دفعني من كتفي، تقول انا ما حسيت الا انا فوق السطح فوق السطح، تقول وباوع اشوف الناس ملتمة، تقول جيت شوي شوي وما مثل ما واحد طقني، تقول ضربني يعني مثل ما واحد ضربني قعدت. فهي تقول انا ظليت انا ما مسامحة لا اخوي ولا ام ساجد تحكي علي، انا ليش هيك هذا ومن ناحية هذني فرحانات ويضحكن، وهذا اخوي يطردني من ذاك المكان الحلو. فهاي قصة جدتي اللي صارت بسنة 1951. طبعا أحب أشكر الأخ المحترم صاحب القناة اللي تواصل وياي عن طريق الأخت المحترمة العلوية الموسوي، اللي طبعا كان لها فضل بتوصيل القصة. عسى الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الأجر والثواب وننقل اللي شفناه، والله شاهد على كلامي وعلى كل الرواية اللي حصلت. وطبعا كان من المفروض ان والدتي تحضر معاي بالكلام، بس شوية لهجتها يعني ما مفهومة، يعني اعتذر من الجميع، شوية اللهجة عندها صعبة يعني يجوز ما تفهمون كلامها، يعني لهجتها قديمة كلش يعني. وان شاء الله وصلت القصة والله شاهد عليها، وعندنا ناس شهود وناس كلها تعرفنا، احنا ناس معروفين هناك يعني بقلعة صالح، حتى اذا تسألون تقولون يعني بيت ابو علي الشمري كلها تعرفنا. وابوي قلت مثل ما قلت لكم، ابوي مو من السكان الاصليين يعني للمدينة، احنا اصلنا بصراويين يعني، ابوي كان بالبصرة. طبعا اكيد السادة المستمعين منتظرين قصة خالتي مهدية، خالتي اللي ولدتها جدتي واللي صارت القصة عليها. طبعا تركتها للاخير لأهميتها، وبيها نصيحة للناس وللشباب خصوصا اللي بمقتبل العمر، حتى لأن بيها حالة صارت أرجو أن يبتعدون عن هاي الحالة. طبعا أتمنى أن يسمعوها الأخوة المستمعين بتمعن، يعني المرض الإنسان اللي يجيب نفسه، يعني مثل ما قالت جدتي على خالتي الأخيرة، سبحان الله وسبحان الله مثل ما أخبرت جدتي، تزوجت خالتي مهدية وأنجبت أولاد وبنات، وبيوم من الأيام كانوا يرممون ببيتهم. فأثناء الترميم واحد من أولادها عمره 11 سنة كان متواجد يعني قرب العمال اللي يشتغلون، فوقعت على رأسه طابوقة فتوفاه الله. فمثل ما تعرفون الأم يعني وصعبة تفقد ابنها وهو بعد شاب يعني صغير، فأدمنت التدخين يعني سبحان الله مثل ما قالت جدتي، يعني شلون قالت يطبها مرض يعني أجلكم الله عن الألفاظ، هي مرضت نفسها يعني شلون درت هي راح تمرض نفسها، فهي أدمنت التدخين يعني من سبب هذه الحادثة. وكانت الله يرحمها تدخن بشراهة، يعني تدخن الأربع باكيتات اليوم، يعني التدخين يعني كثير. فسبحان الله صار عندها مرض يعني بالقلب، صار عندها تضخم، فجأة ماتت يعني قاعدة هي وتسولف ويا ولدها وماتت توفت. فسبحان الله هذا اللي أخبرت بيه جدتي، قالت لها تموتين إذا تذكرون ذكرت، قالت تموت وهي شابة بس يطبها مرض، هي مرضت نفسها اللي يموت الناس ما تموت وراه. وسبحان الله يعني ما أعرف أنا هذا العلم، أنا كنت ما أصدق بيه. وهنا نصيحة للناس يعني وللشباب خصوصا، ابتعدوا عن هاي الحالة، ابتعدوا عن التدخين، التدخين ما بي أي منفعة، والله أي منفعة ما بي. أنا أخوكم كنت مدخن يعني، والحمد لله والشكر من 11 سنة أنا تارك التدخين ورجعت الحياة الطبيعية، وحسيت بطعم الحياة صحيح. وسبحان الله اللي أخبرت بي جدتي صار، يعني هذا سبب من أسباب المرض، يعني البشر يجيب المرض النفسي. وبصراحة كنت أنا هاي القصة أسمعها من أمي وأسمعها من أقاربنا وأسمعها من أعمامي، ف يعني اتمتع بالسرد واتمتع بالقصة، بس انا اعتبرها حلم. بس لما ظهر علم الـ NDA او
الاقتراب من الموت، تجارب الاقتراب من الموت، سبحان الله صار عندي يقين، ويقين ثابت والحمد لله والشكر بأنه هذه تجارب حقيقية، وهذه دحض للأكاذيب اللي تقول إن الله يصفونه، حاشاه طبعا حاشاه، يصفونه بالسادي والمحب للتعذيب والذي يتمنى موت عبده حتى يرسل عليه الأفاعي في القبر، وأنه يعيش طيل عمره في القبر. هذا الشيء يعني لم يذكر حتى في القرآن، يعني احنا لما نأتي للقرآن ما يوجد عذاب قبر، الله سبحانه وتعالى أخبر عن عذاب ولكن ليس في القبر. وهنا خلاف العدل الإلهي، هل يكون هناك حساب، عقاب عفوا، يكون عقاب قبل الحساب؟ والله أعلم، والحمد لله والشكر أنا نقلت كما سمعت القصة، وقصة حقيقية والله شاهدي والناس الموجودين، وأي أحد يحب يتأكد يجيني القلعة الصالح وأنا أفر على الناس واحد واحد، وكلهم يعرفوني وكلهم الناس يدرون بهاي القصة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والشكر الموصول للأخ صاحب القناة والأخت علياء الموسوي، وشكرا لكم.